السلام عليكم ورحمة الله. أنا اليوم إن شاء الله رايح عرض المعارض في معرض الصيد والفروسية، وإن شاء الله أقدر أصور لكم اللي أقدر عليه. والمعرض صراحة يا شباب ما يتفوت. طبعا في ناس ما يعرفون، يمكن عمرهم ما يجوا المعرض، لكن أنا أقول لكم المعرض هذا يفتح كل سنة، وهذه المرة 15 اللي يفتح فيها. فالمعرض ما يتفوت، خاصة اللي يحبون سوالف البر، سوالف الكشتات، صيد البحر، صيد البر، اللي تحبونه يعني. الاشياء اللي موجوده طبعا في اشياء جديده، في اشياء نعرفها من قبل، لكن اسعار تختلف هنا في المعرض، وتحصل لك المحلات كلها في مكان واحد. يعني بدل ما تصير تدور هالمحل في اخر الدنيا، كل المحلات تتجمع في المعرض، فاي شيء انت بخاطرك تقدر تحصله. وان شاء الله اقدر اغطي لكم المعرض والاشياء اللي فيه، ولا تنسونا بلايك. شكرا. هذا المعرض يا ابو روضه، جزاكم الله بالخير. طبعا جوله خفيفه في ارض المعارض، طالع الاشياء الموجوده ونطمش عليها. لعبتها ابو روضه، لعبتها المعارض. نعم، اهم شيء خشت الفلوس اللي جايبينها. موجوده جايبينها؟ نعم موجوده، بس اللي يبغى شيء تواصل يا ابو روضه. هذا نفس الحضرة ولا 2 USB قرئ بطارية. أيوة هذه عزبة معك، هذه تنزلها معك، هذه مع العزبة، هذه تنزلها معك تكاية كاملة مع الكهرباء. هذه فيها بطارية، بطاريتها داخل، يعني تنزلها وتشحن تلفونك وانت مرتاح وامورك مرة. مع فراش ده تبع، مع فراشها كامل سادة. سعرها نفس الشيء تقريبا 750 درهم. اللي بيتواصل معاهم هذا موقعهم، وما بيقصرون فيه ان شاء الله. شباب شوفوا الخيمه كيف، هاي صراحة شغل عدل. هذا داخلها 5 دقائق تسويها، ما يبالك وايد بعد. عواميد حتى ثباتها وايد حلو. وهذه الخيمة الثانية، بس هذه أحلى الصراحة. هذه وقفتها حلوة، وثاني شيء ثباتها وايد حلو. ان شاء الله بنشوفكم سعرها. هذا الحين الريال بيكلمكم عن الخيمة. ديت خيمة ألماني، نظام جديد نازل في السوق، تبطيل الخيمة في 5 دقائق، تسكير الخيمة 5 دقائق، نظام اللي هي السحب من فوق. لو تفضل حضرتك معايا شوفوا وريها لك. هاي بيكون نظام تسكير الخيمة. ايوه بيكون معناها بتسحب الأجزاء اللي فوق وبس تتسكر. وبالنسبة للجوانب برضه بتسحبها لداخل نفس الشيء، بتسكر الخيمه كده. اها، ويوم تتبطل الدفع لبرا. بالضبط. وكم سعرها تقريبا؟ 2350، ده لسه نظام جديد. 2300. كيف اذا واحد يبغى يتواصل معاكم؟ والله لو تواصل معنا المحل بتاعنا في العين، اسم المحل فارس الصحراء، رقم الموبايل 0567333236. يعطيك العافيه. على الانستغرام والواتساب تحت امرك. يعطيك العافيه. الله يعافيك. شكرا شكرا. هذه الخيمه بعد في نفس المحل، حجمها اكبر. طبعا اللي بيعرف الاسعار يقدر يتواصل معاهم، بيخبرونا عن كل الاسعار. عندهم الاسعار تقدرون بيخبرونكم يعني اسعار هي بالضبط كم. بس انا اشوف افضل وحده هذيك اللي هي مال.
لك هالخيمة اللي فوق السيارة. هاي ثلاث خيام اللي يقعدون فوق السيارة يتسكرون يتبطلون. طيب على كم هاي اللي فوق؟ هذه؟ ايوه 4200. ها؟ كلهم نفس السعر ولا؟ لا هذيك 3000 اللي بعدها 12000. ليش الفرق هاي؟ تفرق الديزاين اكبر يعني ولا؟ اللي في النص اكبر؟ موديل الديزاين بيكون السايز بيكون ايوه. كلهم لشخصين ما في اكثر؟ لا ها هذا اللي فوق هذا الاخير 12000 وهي وانت هذه عاليه يعني تحمل لان كم؟ 7 اشخاص يعني تنفتح زياده؟ هذه اذا كان عصاك في السياره وبالكهرباء تشتغل تتبطل وتتسكر لا تفتح زياده يعني. الحين هي تفتح؟ لا الحين ببطلها الحين هي تتسكر شيء. ايوه هاي الحين عشان تتسكر اوكي بطلها ما سكرت الثنيه وحاطين لها هذيك الدعاميه لها بس ايوه الحين بطلها والسعر هذا السعر كانت ب 5000 الحين 3 والحين 3000 صراحه سعرها معقول هذا عرض المعرض الحين عرض وين مكان المعرض بس تخبرنا؟ نحن رحال بجنب كوكا كولا دبي. جنب كوكا كولا دبي ها؟ اذا حد يبغى يتواصل معاكم. موجود عندنا على الانستغرام وتحط رحال او على الجي بي اس بس تحط رحال هانتنج اند ترافلر اوت دور اكيبمنت اوت دور تقدر تحصل. ايوه هذا موقعهم هذا رقمهم. وهذا عندنا بعد. على الانستغرام. وهذا الفيسبوك مالهم. انستغرام والفيسبوك والجي بي اس واللي يبغى يتواصل معاهم الارقام موجوده اللي يبي يحطيه في بيتهم. ابو روضه خذ لك هذا انت، اكو اشتروه هذا بعد مشترينه. ابو روضه؟ حتى العين العين كيف شوف كيف شوف شوف. ها؟ هذا اصلي ها صجي مو بن محنط بس. من اول يوم اول ساعه في المعرض اشتروه. هذا صفوان وهذا كسرية على قريب. يا سلام. ترى هذا مش مصنوع هذا اصلي صجي هذا محنط حتى معطينا سلاح مغطينا ها على كم سعر هذا؟ هذا 950 950 ها؟ صاحب
راسها 4x4 وسعرها 3300. طبقتين تقدر تركب تستخدمه داخل البر مع طنابه داخل الحوش او في سطح البيت ما يحتاج طناب لنا فيها قاعده حديد. وعندك احجام غير هذه؟ نعم في حجم 4x4 و4x3 و4x6. يعطيك العافيه. وكيف الشباب لو بغوا يتواصلون معاكم وين مكانكم؟ حساب الانستغرام زهاب اندرسكور. بنحط لهم ان شاء الله الانستغرام. في رقم تليفون موجود عليه ان شاء الله. نيسان سوبر طبعا اللي ما يعرف هذا شو هذا طبعا عشان الموتر يمشي ويعبي هو وانت تمشي تعبي هو بس شكله شوي مو بشيء لكن هاي شغلته هو بس يعبي هو شوف اربع جهات مركبين للواير البيب ماله وانت تمشي عبي هو ما يحتاج حتى توقف ولا اي شيء وقت ما تبى بس تضغط نفس داخل يعبي الهواء. حطي له دبل تاير سبير الموتر سوبر تشارج. طبعا عندك هذا بعد تدخل البر وانت مره لا تحاتي شيء. يا اخي وخل المسخره لا وارد امريكا ولا بريطاني لا صممها شارون ويا هتلر واللي الكلب معروف بالعنوان والفتى عندي نيسان اغليه يعني اعشقه اعشق يعني اموت فيه يعني انا ميت ما اعشقه ومرتبت السفر وبصراحة خذ ركبتك يا اخي وخل المسخره كل من شافه مذاق طعم النوم شرات الكابوس يهز المنامي سواد الليل ماخذ من لونه زعامة الاسد ماخوذة منه
في الكرفان تروح البار وتقعد شو تسمع يا زهرة المساكين رجعي لي يا هوا على دار الهوى على نار الهوى رجعي محمد على كم هذا كرفان؟ 27,000 شو بعد فيها زيادة؟ جنريتر فيه داخل؟ لا في موتور اوكي هذا بطل هذا موتور مشان شو؟ مشان ماي مشان ماي ها؟ هذا مشان ودرام ماي كم جالون شيل؟ 200 جالون 200 جالون 200 لتر مو جالون 200 لتر في موجود؟ في موجود تحت تحت ها؟ هذا موتور شغل تكاشمشيل تلفزيون شغل تكاشمشيل ليتات شغل تكاشمشيل كله تكاشمشيل يعني ما يريد جنريتر لا ما حتى هذا بعد سخن ما في بعد يشتغل تكاشمشيل يعني جاهز كامل والله زين 27 ها زين انت فيك كارت اوكي انا يريد كارت شباب هذا رقمهم اللي بيتواصل معاهم صراحه السعر وايد اوكي والكرفان كامل يشتغل بالطاقة الشمسية قيمته 27,000 اللي يبغيه تواصلوا إياهم على هالأرقام مكانهم في دبي صراحة الكرفان جاهز إدرام وكل شيء فيه ما يحتاج حتى تعور راسك وهذا يتسكر من هالجهة وهالجهة الثانية هالجهة وهالجهة يتسكر يتطبق تستوي المسافة ماله تقريبا من هني لهني بس يعني ما ياخذ مساحة ولا شيء هذه هي المساحة بس لكن شوش كبرى والحمام ماله ورا وكل شيء شغال لا يبالك جنريتر ولا يبالك شيء هذا واحد ثاني بعد بالطاقة الشمسية وهذا الحنفية وهذا الأمور طيبة ابو رضا ما يبالك واحد ماشي بالك زين هذا حق الدرب حق الطوار جاي مره بس تعبيه قوي حتى والله مضبوط الصراحه هذا تحصل لنا بهالكيس هذا حجمه كامل جاهز حطيه في السياره وامورك طيبه طبعا احنا طلعنا من المعرض انا بروضة وصورنا اللي قدرنا عليه وان شاء الله عيبكم الفيديو هذا اللي قدرنا نشوفه يعني ونصوره لان خذينا جولة يعني ما طولنا وبس